وبأولى مساحاتنا الصباحية يوم حصلت الضوء على موضوع كتير مهم وهو طب الطوارئ والإسعافات الأولية. كتير ضمن الأيام الماضية كان في صور عم ترافقنا لضحايا الزلزال، إن كان من الأشخاص اللي ارتقوا وإن كان من الأشخاص المصابين اللي كانوا تحت الأنقاض. حالة الأشخاص اللي كانوا تحت الأنقاض كان إلى خلينا نقول تعامل خاص بموضوع الإسعافات وكيف الإزالة من تحت الأنقاض وكيف اليوم المسعفين بدهم يتعاملوا مع هدول الأشخاص، وكانت للأسف مشاهد كتير قاسية. يعني صحيح رشا، موضوع ثقافة الإسعافات الأولية هي لازم تكون متوفرة عند كل الأشخاص. يعني نحن بالحالة الطبيعية بنلاقي كان في دورات مجانية بتكون كيف نحن نتعلم الإسعافات الأولية لمختلف أنواع بدنا نقول الطوارئ، بس بالزلزال عم يكون نحن كمان يعني كونه سجد شيء جديد، فبتحسي في ثقافة جديدة لازم تكون موجودة عند كل الأشخاص من كل الأعمار. دائما يمكن أو يمكن طريقة تعاملنا مع الأشخاص يلي كانوا تحت الزلزال سببت لهم أذية، بدل ما نكون إحنا عم نحاول ننقذهم، لا صحيح. طريقة التعامل معهم كانت بطريقة خاطئة. هي لا، خلينا نقول بداية أنه هي نية كانت حسنة بالإنقاذ، ولكن كل شيء له اختصاصه وله أهله مثل ما بيقولوا. اليوم شو هي أهم الإجراءات المفروض أي شخص مننا يتعامل الإسعافات الأولية؟ كيف نحن قادرين نتعامل مع الحالة الموجودة قدامنا؟ استفسارات كثيرة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور سامر عمر يحياوي، أخصائي في طب الإسعاف والطوارئ. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية دكتور خلينا نتعرف من حضرتك عن القواعد الإسعاف الأساسية اللي لازم كل شخص يعرفها سواء بموضوع الزلازل أو أي حادث طارئ لا سمح الله. تماما. هلا بالنسبة للإسعافات الأولية اللي لازم نحن نعرفها ونتعامل معها بكل بيت، هي نحن بنقول اللي بتتضمن الإصابات دائما الخفيفة، يعني مثل الجروح القاطعة، الرضوض، الحروق، الكسور أحيانا البسيطة نحن اللي ممكن نحن نتعامل معها واللي نحن ممكن نتعامل معها عن طريق حقيبة الإسعافات الأولية. للأمانة الإصابات اللي بتصير بالكوارث والإصابات الكبيرة فدائما هي اهل الرعايه الصحيه هن اللي بيكونوا بيقدروا يتعاملوا معها، بيتعاملوا معها وقادرين على التعامل مع هيك اصابات، لانه بتحمل اصابات دائما من بسيطه وهي بتكون قليله لاصابات للاسف كبيره وممكن تكون مهدده للحياه او لا سمح الله توصل للوفيات. تماما. فبيكون بهيك حالات الرعاية الصحية أو المختصين هن الأقدر على التعامل مع هيك إصابات، مثل ما ذكرتي للأسف شفناها بالفيديوهات لأشخاص طلعوا من تحت الأنقاض كان عندهم إصابات كتير كبيرة. دكتور طالما ذكرت حضرتك الأنقاض واليوم نحن عم نركز على هاي الفكرة، اليوم كتير مهم تعميم الثقافة إن كان الإسعافات الأولية وإن كان الطب النفسي بهذا الوضع. خلينا نحكي عن الإجراءات السليمة الإسعافية في حال اليوم كان في عنا حالة إنقاذ لحدا تحت الأنقاض. تماما. هي للأمانة حالة بتكون مختلطة شوي، لأنه الشخص تحت الأنقاض نحن ما بنعرف للأمانة شو الإصابات اللي ممكن تكون صارت عنده. هي الإصابات مثل ما ذكرنا ممكن تكون خفيفة، ممكن لا سمح الله تكون تناذر، نحن بنسميه تناذر السحق أو الهرس، يعني نحن بنعرف تساقط أجزاء من الأبنية تساقط، فهذا ممكن يؤدي لإصابات كبيرة. الأشخاص اللي بيكونوا عالقين بهيك شغلات بيكون نحن صعب نتوقع شو عندهم، فنحن حتى أول إجراء إسعافي نحن ممكن نعمله أنه نحاول نطالع المصاب بأي طريقة كانت. هلا نحن ما بنعرف الآن تحت بشي في شيء على جسده بيعيق سحب المريض، فنحن أول شغلة لازم نحن نطالع المريض نسحبه ونحاول نثبته بطريقة تكون بشكل الوظيفي، يعني بالوضع السليم للجسد. للأمانة عند سحب المصاب نحن ممكن نفاقم الإصابات بحالات لحلا وجود كسور كبيرة أو وجود إصابات يعني رضية خطيرة، نحن بأي تحريك له ممكن مثلا من كسور الحوض أو كسور العمود الفقري نفاقم الإصابة بهيك حالة. فنحاول نحن أنه نسحب المريض بطريقة تكون نوعا ما مثبتة، وبعدين نحن نجري الإسعافات الأولية اللي نحن ممكن نقدمها اللي هي نحافظ على الطريق الهوائي، ندعم التنفس، ندعم الجهاز الدوراني لبين ما ننقل المصاب لأقرب نقطة طبية. طيب دكتور خلينا نحكي بشكل مفصل اكثر، يعني كيف ممكن احنا يعني ندعم الجهاز التنفسي او الدوراني مثلا؟ خلينا نفصل اكثر الحالات، يعني من الاشخاص اللي ممكن يعني او الحالات اللي تصيب الاشخاص بظروف الكوارث هي مثلا ضيق التنفس، كيف نحن ممكن نعالج هي الموضوع؟ تمام. اول شغله نحن لازم نحرر الطريق الهوائي، نحن بنقول طريق تحرير الهوائي هو فتح الفم، رفع الراس للخلف. هلا هذا بيساعدنا نحن نفتح
يفتح الطريق التنفسي حتى يقدر الواحد يتنفس بطريقه سهله، ولكن احنا هون من احيانا من ازيات العمود الرقبي، لانه اي تحريك اذا كان في كسور لا سمح الله، اي تحريك نحن ممكن نفاقما نؤدي لحالات اصابه النخاع الشوكي، نحن بنعرف انه هي ممكن تؤدي للشلل لا سمح الله او حتى احيانا الوفاه، ولكن نحن بنثبت الراس، بنفتح الطريق الهوائي، هون نحن حررنا التنفس وبندعم التنفس في حال المريض ما عم بيقدر يتنفس، نعرف احيانا عفوا نحن بنعرف احيانا انه اللي بيعلقوا تحت الانقاض بيصير عنده نقص اكسجين نتيجه انه انحصارهم بمكان مغلق او حتى تطاير الاتربه، وجود اجسام اجنبيه على الان ضمن البلعوم او مجرى التنفس، فنحن بعد ما نحرر بنحاول نتاكد انه التنفس موجود ولا لا، ما له موجود نحن بنحاول ندعم التنفس، اضعف الايمان هو نحن بنسميه تنفس فم لفم، انه نحن بنحط وبنحاول انه نجري عمليات تنفس صناعي حتى انه نحاول نوصل اكبر قدر من الاكسجين للمريض. بهيك حاله نحن هذا بنسميه الدعم التنفسي، تاكدنا منه انه هو موجود، رح ننتقل للجهاز الدوائي، نتاكد من وجود النبض، اذا كان النبض ضعيف ولا كان النبض قوي، هلا غالبا لما يكون المريض عم بيتنفس لحاله والنبض موجود، نحن هون نوعا ما صرنا بامان على حياه المريض بالمراحل الاولى، لبين ما المريض يتعرض للفحص والتقييم الطبي، ولكن نحن بندعم الجهاز الدوراني بالضغط على القلب في حال كان النبض متباطئ، احنا كمان بنعرف انه هدول للاسف علقوا فترات طويله تحت الانقاض، فهذا لحاله خلانا نحن نشوف بعض الحالات اللي بنسميها الصدمة، اللي هو نقص حاد بالسوائل أو الصدمة العصبية، هي أدت لتباطؤ القلب، نقص السوائل الحاد بالجسم، فنحن بندعمه عن طريق تعويض السوائل بهيك حالة ودعم القلب سواء بالتمسيح أو ببعض الأدوية أحيانا في حال كان تواجده. طيب دكتور، هدول الإجراءات اللي ذكرتهم حضرتك إنه نحن فينا نقول إجراءات عامة لكل الأشخاص لكل الأعمار، إن كان أطفال أو مسنين أو شباب؟ طبعا نحن في عنا قاعدة طبية نحن بنسميها الـ ABCD اللي هي نحن لازم نمشي عليها، هي تطبق من الرضع حتى المسنين، طبعا هي التقييم الأولي أو الإسعاف الأولي اللي نحن ممكن نقدمه بمكان الإصابة. هلا هي بتتطلب إنه شوية تدريب، القليل من الخبرة، بس يعني نحن ما كثير بنقول خبرة كثير كبيرة بالنسبة للمسعفين، ولكن لازم هي تتطلب تدريب، لانه في بعض احيانا بعض المغالطات اللي بتصير فيها، بعض الاخطاء ممكن تفاقم حاله المريض للاسف اذا نحن ما كنا مدربين عليها بشكل جيد. طيب دكتور، حكينا عن المشاكل التنفسيه اللي ممكن يتعرض الى المريض، خلينا ايضا مشاكل الجهاز الدوراني، يمكن هي حالات الدوخه او الاغماء او فقدان التوازن، كيف احنا ممكن نساعد المريض؟ للامانه هلا الاشخاص اللي كانوا ضمن الاصابات بيكون علينا صعب نحن نقيم سبب الاغماء، هلا ممكن يكون مثل ما ذكرنا انه المريض صار له فتره تحت الانقاض، هذا لحاله رح يعمل نقص اكسجين، ممكن يعمل نقص سوائل حاد، رح يؤدي للاغماء، ولكن نحن احيانا بتكون عندنا اصابات عصبيه، ردود على الدماغ، ردود على الجمجمه، نزوف لا سمح الله دماغ داخليه، هي بتؤدي كمان لحالات الاغماء، وجود نزف داخلي ممكن يؤدي لحالات الاغماء، هو للامانه تقييم المريض اللي خارج من الانقاض بشكل مباشر كاسعاف اولي ما بيخلينا نحن نعرف شو شده الاصابه اللي عنده او السبب الفعلي اللي مؤدي للحاله اللي وصل لها، ولكن نحن بنجري هون الاسعافات الاوليه اللي نحن حكيناها، اما نحن نقدر نقيمه بعدين شعاعيا او طبيا ضمن مراكز تكون نوعا ما مختصه بهيك حالات. دكتور، حالات النزوف، يعني ممكن شخص يتعرض ل يعني سقط عليه جسم معين، تعرض لنزف معين باي عضو من جسمه تماماً. هو ممكن يكون بعضه تحت الأنقاض، كيف ممكن هون يوقف النزيف؟ والله للأمانة بيكون صعب إنه نحن نقدر نسيطر على نزيف لشخص نحن ما قدرنا نوصل له، هي النقطة، ولكن هلا أحيانا نحن بنواجه مشكلة هو النزوف الداخلية اللي بتصير نتيجة السحق اللي تعرض له للأسف بعض المصابين، النزف الداخلي هو صعب تقييمه للأشخاص اللي غير مدربين بشكل جيد، لأنه نحن للأمانة ما بيكون يعني خاصة إذا كان ضمن الجزع البطن أو الصدر ما بيكون أو حتى ضمن الجمجمة ما بيكون نحن عنا علامات واضحة للأشخاص اللي ما لهم مدربين إنه يقدروا يكشفوها، يعني نحن أحيانا بشكل طبي بيختلط علينا بين النزف او اي شغله ثانيه ضمن الجمجمه، ولكن نحن عندنا علامات الحيويه اللي هي نحن ممكن توجهنا لانه المريض فايت بصدمه، نحن بنسميها صدمه نقص الحجم او النزف الداخلي، هلا بالجروح المفتوحه نحن ممكن انه ننتبه انه والله في كسر مفتوح او لا سمح الله هرس لاحد الاطراف، هذا بيوجهنا، اما النزف الداخلي اللي صاير ضمن الاحشاء ضمن البطن هذا بيكون تقييمه صعب على الاشخاص الغير مدربين، ولكن نحن بنلجا لبعض الشغلات اللي هي تقييم النبض كحالات
الانتفاخات، ضعف النبض، ضعف دقات القلب، هذا بيوجهنا. اذا نحن شفنا انه والله في نزف مفتوح فنحن في عندنا توقع لبعض الاصابات، لنفرض انه والله كسر مفتوح بالفخذ، هذا ممكن يؤدي لخساره 3 لتر، 3 لتر نحن عم نحكي من اصل 5 لتر من الدم، فهذا بفوت المريض بصدمه نقص الحجم. يمكن هون حاولت انه ربط الجرح هلا في عندنا نحن عده حالات يساعد ايقاف النزيف. تماما، نحن الضغط المباشر على الجرح يعتبر هو الخط الاولي للاسعاف، نحاول انه نجيب اي قطعه قماش مبلله نظيفه ونحطها على الجرح وضغط مباشر لفتره طويله، ولكن حال لقينا نحن انه النزف ممكن يكون غزير، يعني في حالات الاصابات الشرايين بشكل خاص، فربط العصابه اللي فوق الطرف هذا ممكن كمان نحن يفيدنا، وطبعا لها شروط انه نحن لازم نرخيها كل دقيقتين حتى ما يصير بتر وظيفي للطرف او عدم وصول الدم للطرف اللي نحن ربطنا. دكتور، كل الاجراءات اللي ذكرتهم، يعني رغم نحن عم نحكي بفكره او عنوان الاسعافات الاوليه، ولكن هي بحاجه لحذر وخبره، ان كان من ربط الاعصاب، ان كان من تريح موضع النزف. ذكرت نقطه دكتور انه ممكن اليوم الشخص يكون متعرض لصدمه، اليوم المسعف بهي الخبره البسيطه وبالاسعافات الاوليه ممكن يكون يقدر من خلال هي الخبره يعرف انه هذا المصاب تحت صدمة أو لا؟ تماما. هلأ في شيء بيظهر عليه بشكل علني؟ في حال انه الشخص عنده خبره او ضمن خلينا نقول الرعايه الصحيه، او انه والله من بيملك عده دورات، ممكن نحن انه يبين. طبعا نحن مثل ما ذكرنا انه نحن تباطؤ الضغط، شحوب الاطراف او الشحوب المركزي اللي نحن بنشوفه، احيانا بيصير في بطء حتى بالتنفس، وجود التعرق الغزير عند المريض، هذا بيوحي انه المريض عم بيتطور عنده صدمه او هو فايت بصدمه. هو تحت وقع خوف كان وصدمه مفاجاه. في نحن عندنا فرق بين الصدمه العصبيه والصدمه نقص الحجم او صدمه النزف. احيانا الصدمه العصبيه هي اللي بتعطي نفس اعراض صدمه نقص الحجم، يعني المريض نحن بيبين عنا انه المريض عنده شحوب، عنده تباطؤ نبض، عنده هي الامور، ولكن هو بيكون هي نحن بنسميها عصبيه المنشا اللي هي ناتجه عن اي عصبيه ولكن غير مباشره. للامانه كتقييم بشكل مباشر للشخص بمكان الحدث هو للأشخاص الغير مدربين بيكون شوي صعب عليهم. هو اختصاص طب الطوارئ أو حتى الإسعاف ممكن يكون، يعني نحن بنسميه سهل الممتنع، اللي هو الأشخاص اللي بيسمعوا عنه بيقول لك لا اختصاصه سهل، ولكن هو لا صعب، لأنه بيتطلب أول شغلة خبرة بكشف الإصابات بشكل مباشر وخبرة بالتعامل معه بوقت لحظي. نحن بنعرف أنه كل ثانية أحيانا ممكن تؤدي لإنقاذ للحياة بهيك حالة، وهي للأمانة بتكون شوي عند أهل الخبرة موجودة، بعكس الأشخاص حتى اللي خاضعين لدورات بسيطة ما لها موجودة عندهم. صحيح دكتور، بالعكس يعني هنن الخط الأول لاي مريض ولاي حاله. يعني انت عم تقول انه بجوز يشوفوا الموضوع سهل، ما هنن يعني بغلطه صغيره ممكن انه المريض يفقد حياته، وبخبره كثير بسيطه ممكن انه يوصل على المشفى وهو باريحيه. يعني وشفنا في حالات صار فيها اغلاط كثير ضمن فتره الزلزال، ولكن نحن بنرجع دائما نقول من باب محبه وخوف على الاشخاص هي شيلة الغلط. نحن ما فينا نلوم بهيك حاله، نحن بنعرف بهيك كوارث مثل اللي صارت، يعني للاسف انه تكون عدد الإصابات كبير، وطبعا لهفتنا على الأشخاص، لهفتنا على المقربين، لهفتنا على اللي حوالينا، يعني بتخلينا نحن للإسعاف بأي طريقة. يعني نحن هلا عم نحكي أسس، ولكن بلحظة نحن ما بنعرف شو الظروف اللي كانوا هن عايشين فيها أو واقعين تحتها، فهذا بيتطلب إنه نحن نتدخل بشكل مباشر، وهذا اللي صار، إنه الأشخاص حاولت تسعف، حاولت تطالع، حاولت تعمل، وللأمانة لا يلاموا. أول شغلة كانت جزء كله يعني يحاول ينقذ احد اقربائه، احد افراد عائلته، لا يلام ابدا بهيك حاله، ولكن نحن لو خلينا نقول وجود تسقيف طبي بسيط ممكن نحن انه نساعد بهي الحالات اللي طلعت انه ممكن تتحسن بهيك حالات. للاسف باصابات الكوارث الكبيره خاصه الزلازل، بدسات كانت يابانيه، ونحن بنعرف انه اليابان هي من اكثر الدول تعرض للزلازل، وجدوا انه في 3 ذروات للوفيات او الاصابات بهيك شغله. الذروه الاولى هي اللي بتصير وقت حدوث الزلزال بشكل مباشر، للاشخاص اللي بيتعرضوا للتساقط نوبات قلبية تماما، نوبات ممكن نحن نقول نوبات الهلع اللي بيتعرضوا للخوف الشديد، وخاصه اذا كان عندهم امراض مزمنه، ولكن هي الدراسه قالت انه إصابات مباشرة تؤدي للذروة الأولى للوفيات، ولكن في عنا نحن ذروة ثانية للوفيات هي اللي بتصير
من وقت حدوث الزلزال او الكارثه حتى تقريبا عده ايام، اللي هي نحن بنشوف هدول الاشخاص اللي عندهم اصابات كبيره، وللاسف كان التعامل معه ما له مضبوط، او للاسف انه كانت شديده جدا ما قدر الكوادر الطبيه تتعامل معه، فبترتفع ذروه الوفيات والاصابات. الذروه الثالثه لقوها انه هي تمتد من ايام حتى اسابيع للاشخاص اللي عندهم اصابات مزمنه وعندهم امراض مزمنه بنفس الوقت، اللي هن غالبا الكبار بالسن نحن بنشوفها، فلقيت انه هدول اللي عم بتفاقم عندهم الاصابات وللاسف عم تنتهي بالوفيات. الهدف من الموضوع انه هو في عنا نحن عدة تفاوت بدرجة الإصابات، بتعتمد على الأشخاص إذا عندهم هن بالأصل أمراض مزمنة، مسنين، أطفال. يعني نحن ما فينا نقول إنه طفل سقط عليه جزء من البناء لا سمح الله حتكون إصابته مثل شاب سقط عليه جزء من البناء، الطفل ما رح قدرة يتحمل. التحمل تماماً مختلفة. تماماً. طيب دكتور، بالوقت المتبقي خلينا نقدم نصائح أخيرة بموضوع الإسعافات الأولية بما يخص المسنين، التعامل مع الأطفال، أو إذا في أخطاء شائعة شفناها يعني تم التعامل معها خلال الزلزال وممكن حدنا. تماما، يعني نحن الله هيك لا يعيد علينا هاي الكارثه، ويعني ان شاء الله انه بتكون عدت ومرقت علينا، ولكن نحن في شغلات يعني دائما نحن بننبه عليها. هلا يمكن صار في كثير ثقافه عند الشعب والاشخاص بتوصيات الزلزال ما قبل الزلزال وخلاله ترى ما مرقت الهزات الارتداديه، والعالم كمان هلا عم نعيشها يعني يوميا ولازلنا لهلا للاسف عم نعيشها، ولكن نحن دائما بنقول الاسس الطبيه اللي هي موجوده. نحن دائما مثل ما ذكرنا ببدايه الحديث نتبع خطه الاي بي سي، يعني نحن دائما بنقول اي هو الاير واي، البي البريثنج التنفس، سيركوليشن الدوران، ولكن نحن لازم نامن الطريق الهوائي دائما لاي مصاب نحن كان موجود عندنا. بعدين نحن بنامن التنفس، هذا جزء مهم باي اصابه نحن كانت عندنا، سواء لا سمح الله بالكوارث بالحوادث نحن لازم ننتبه، لانه اي اعاقه للطريق التنفسي راح تؤدي للوفاه، تؤدي لتوقف صحيح. التنفس، تباطؤ القلب، وتؤدي. فنحن بنامن الطريق الهوائي للمريض، لازم نحن نثبت انه هذا شيء اساسي، وتثبيت للعمود الفقري بشكل اساسي، نامن التنفس، نامن الجهاز الدوراني، بعدين نحن ندور على الوعي او غياب الوعي بهيك حالات. تعتبر هي اهم التوصيات اللي بتصير بالحوادث لا سمح الله والكوارث. هلا طبعا في توصيات ثانيه اللي نحن بنعرفها، انه في حال وجود نزوف الضغط باشر على النزف او محاوله ربط عصبه فوقه وربطه بشكل وشده بشكل منيح لنقطع النزف، تعتبر هي التوصيات الاساسيه، والباقي للامانه بتطلب شوي خبره بالتعامل معه. دكتور هيك سريعا، يعني بظروف اللي عم نعيشها حاليا اليوم قديش احنا مفروض نعزز ثقافه الاسعافات الاوليه وطب الطوارئ احنا كرمال نكون جاهزين لا سمح الله لاي شيء ممكن يصير معنا بحياتنا، ودائما نبتعد عن عنصر المفاجأة ونروح في بعد القصة لحتى نتعلم انه نحن كيف نتعامل. قد اليوم الكورسات مهمة وخاصة من خلال عملك بهذا المجال؟ يعني للأمانة هاي الكورسات لازم تكون بشكل أساسي ودوري، ونحن دائما بننبه على نقطة أن تكون عند أهل الخبرة. للأسف نحن كثير عم نشوف دورات عم تعرض وعم تصير لأشخاص للأمانة غير مدربين بالتعامل لهيك إصابات. طبعا نحن لازم هي تكون، لأنه نحن للأسف بعيد الشر معرضين اي حاله من الحالات الردود والاصابات والحوادث حتى ضمن المنازل. يعني كلياتنا عندنا اطفال، كلياتنا عندنا مسنين، كلياتنا عندنا عائلات بالبيت صحيح. فنحن على الاقل يكون حدا مدرب للتعامل مع هيك اصابات. نترك لعنصر المفاجاه هي للامانه برا ما عاد صارت ابدا، صار الكل يخضع لدورات اسعاف اولي قد تكون اختصاصيه وغالبا اخف من الاختصاصيه، ولكن يجب على الجميع الخضوع لها. يجب يعني خلينا نقول على الجميع تعلم كيف يدبر او يشتغل نعم. بشنطة الاسعافات الاولية. نعم، يعني مثل ما بنقول ان شاء الله هيك الله يحمي كل الناس وتنذكر ما تنعاد. موضوع الثقافة الطبية دائما نحن بنقول انه هي ضرورية، فما بالنا في موضوع الكوارث والزلازل. نشكرك كثير لوجودك معنا الدكتور سامر يحياوي اختصاصي في طب الاسعاف والطوارئ. شكرا كثير لكم. اهلا، شكرا دكتور سامر لحضورك، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها، واكيد بالصحة والسلامة لكل الناس، وكل الشكر أكيد للكوادر الطبية اللي استنفرت 24 ساعة خلال الأيام الماضية.